دلوقتي هندل كروت سبيس كلها وبعد كده شغال في الفايل بتاعت السكريبتس الأندرين هتحط كور من الأسامي بتاع السيرفلت وبعدين تضغط ماكروس تجيب لك ده تلاقي ايه السكريبت اللي هيشتغل تدخل على 238 اللي هي اللي عليها الهيلكس وفي الورك اريا تعمل فايل هعمل بوز التاتش كوماند فايل اختار الانبوت المفروض ان ده مش عارف في حد هذا حلو مش قصدي ده كده ترى فتح ويندو ميكر يبقى السكريبت اشتغل عشان انا قفلت كل الويندو ميكر والويندو فيور من كل الناس اللي هتكون تعمل ترسيم تشيك ان كمان حلو كده كده اشتغل ماشي تاني حاجة بعملها ادخل الورك اللي فيها اي دي ارك تول يورم بلك اديتر جالكسي دي اللي هي الفيديوهات بتاعتي اللي هي اون يعني مش هي از جروبس كريت اكسل ماشي هتحطها في طيب هدخل بقى على الورك اريا ده الفولدر اللي هيتحط فيه فولدر ات جروبس سكند درايف ما ينفعش يبقى فيها سبيس اوكي
ديسبلاي عشان تضيف ديسبلاي عشان تضيف مجموعة ديسبلايز تمام مرة واحدة تدخل في الورك اريا هايد ارك تول تدخل في نيرف تدخل على تختار دي كده كأنك فتحت من هنا حاجة اسمها ايه؟ ده اسمه ايه؟ اركسترا جرافيك بالك اريا تمام هختار الديسبلايز اللي انا عايز اضيفها كده كاني فتح اركسترا دي حاجات جوه اركسترا فانا هدخل فين في جروب ديسبلايز دي انا كده اخترتهم كلهم يعني انا عايز الاكس ام ال بتاعهم اقول له تحطهم فين تحطهم في اي فولدر بس يكون ما فيهوش سبيس اسمه ما فيهوش سبيس وتقريبا ما فيهوش رقم برضه اتوقع يعني فانا مثلا ايه شاوي ده هعمل له فولدر اسميه اد جروب اي حاجه سبورت ان هو كده حي شايف هو هنا بيعد تقريبا كل دول عايزين يتضافوا حاجه unhandled exception has occurred in your application if you click continue application will ignore the error exception ليه وده العدد ده بيتعمل ما بيتعملش بالكود بتاعي اللي كانوا قالوا لا ماكسيمم لسه مطلع فايل من شويه ومدلته فاضي ولا هيبقى ليه يكون حد فاتح انا خد بالك انا فاتح عندي الكنترول شيب لا ما انتوش معانا وبعدين دي البرنامج هو مش رحمه الكنترول شيب يعني ده التول دي بتطلع الفايل اللي انت هتشتغل بعد كده بتطلع فايل بس دي تتملي بقى حاجات تانية فاضية غير تمام لما نعمل كونكت تاني كده على الهوا واعمل كونكت ده تقريبا انا بضغط على دي مش ما بعملش اكسبورت بضغط على كرييت ان تاتش امبورت وبعدين بختار وانا اخترتها مره صح؟ لا كانت المره الاولى لما علمت على هنا او لما علمت على هنا ماشي نروح الجروب ايوه صح كده تخلي دي بقى 920 دوت قالت لي ما تلعبش في الهايت مع ان انا مقتنع يعني المفروض يبقى 960 بس هي قالت لي ما تلعبش والباك جراوند لونه مش عارف ايه اوكي تقريبا هو خلص كده طبعا الفولدر ده كان فاضي لسه حتى بيزيد اهو ماشي احنا كده ايه خلصنا ما اعتقدش انه هيجيب حاجه بس اسمه صغنن تمام بس عمال يزود اسمه هما كانوا 900 وحاجه 20 ايه 829 هذا 830 المفروض كم فايل كود كتير او ماشي 830 ده بقى 19 ممكن كده تمام مع ان ده المفروض يتعدى واحد تاني بس مش عارف ليه تاخدهم كوبي بيست؟ لا انا عايز اعدهم هو انا لما اعمل لهم كده مش عارف انت عديتهم من بره مش مشكله شغال تيجي هنا بقى تتاكد ان محدش فاتح ويندو ميكر ويندو فيور قصدي معاك في ال 238 بتاعتك دي تيجي على اليوزرز مش عارف مثلا ايه ده مش فاتح مش فاتح ويندو فيور لو فاتح في الهولو انا قفلته بعد شهر انت قفلته؟ بعت له مسج ما قفلوش فجيت قافل عليه ما عملتوش ديسكونكت تضغط مثلا على ايه ده تعمل انت خلاص انت كده تقفله عنده المهم تيجي بقى تضيفه بروس تاتش كوماند فايل ده حقيقي عايز سكريبت ده السكريبت هي يعني التول طلعت سكريبت وطلعت فايلات فانت اديتها بتاخد السكريبت هو هتلاقيه هنا في الدرج على طول لو ما لقيتنيش هو كده بيضيفه هو كده مش عارف بقى هيعمل لما كان بيدلته كان فتح لي ويندو ميكر ويندو ميكر وعمل حاجه كده وقفل لوحده فهل هيعمل كده؟ ولا يعمل ايه؟ انت دلت الديسبلايز وبعد كده ضفتها تاني؟ تدلتها ازاي بقى؟
برضو بنفس الطريقة رايت كليك مش عارف ايه، بس الفايل اللي هتختاره هو الفايل ده. بتجيب الفايل ده منين؟ فاكر انت ده ديليت سكريبت ده قالنا هندخل هنا الماكروز اللي قالت عليه، تحط هنا اسامي الديسبليز اللي انت عايز تدلتها كلها وتضغط على ماكروز. تمام، اول ما تضغط يعني اضغط على دلوقتي تراني تلاقيه هو وداك الناحيه الثانيه دي، وحط لك ايه الحاجات دي كلها، تاخد دي الكوبي هو ده السكريبت كوبي، تروح جوه في التكست اللي موجود ده تعمل فايل تكست يعني نيو فايل تكست وتسميه اي حاجه وتحط جواه اللي انت خدته. حلو، وراح برضك راح اعمل تعمل رايت كليك ده وتختار الفايل، فهو كده ياخد الفايل ويمسح الديسبلاي اللي جواه. ايه ساعات مكتوب جواه دي ليه ويندو ميكر ويندو ديليت، وبعد كده اسمها كذا جو ويندو ديليت اسمها كذا جو ويندو ديليت. تمام صراحة اهو فتح بسرعه، هي لسه بسرعه فعلا فتح لوحده. خلي بالك هو بقى يضيفه، مش عارف هيورينا اللي يضيفه ولا لا. بس انت هنعمل ايه؟ تاخد وقت. هو انا شايف حاجات تحت الجروب دي ما كانتش موجوده. انا شايف انك حركت هيقعد بقى يضيف ال 800 حاجه 20 دول. انا طلعت الناس اصلا من كلاود. انت لو كده خش على كلاود تاني لو انت حابب تشتغل يعني وما تضيعش وقتك، ممكن تشتغل على كلاود تاني. مش متأخر أوي، أصلا فاضل لي 120 لوج ولا حاجة، مش كتير. 120 لوج لو خلصت لي في اليوم 60، لا يصير مش 60 لوج، خلصت لي في اليوم 40 خلصت لي 3 أيام. بتاع كريم يلا مش مشكله. كنت المفروض بقى عشان بتاع كريم في البالك اديتور ده اركسترا جرافيك بالك اديتور، المفروض كمان ادخل على الاوفرلايز على الديسبلايز واعلم على بتاع كريم يا كمان. يعني انا بعلم على كل الديسبلايز اللي عايز اضيفها عشان يضاف مره واحده، بس انا نسيت واضيفها بقى مانوال خلاص. بالك اديتور Thank you.
شويه احنا كنا حلوين يا سيد ماشي لو ما تبقاش عاوز تطلع يا عم من ريزولف طيب ولا في ريزولف مع ده واحده كده ميسنج بلوكس ميسنج بلوك صغير مع ابسن كده بحط لك كده بتاع 20 ديسبلاي ولا 15 ديسبلاي لوك كتر خيرك والله بس عامل معايا احلى وقت نفسي تاني ما كنا حلوين هو لسه شغال ولا خلص ولا عمل ايه المفروض ان هو بعد يخلص يقفل اه لسه شغال هو بيقفل لوحده بيعمل تشيك ان انا قفلت لك اللوج على فكره ايه قفلت اللوج Yeah.
هو شكل الموضوع كده هيطول بقى، فايه خلينا نكمل شغلي ونشوف فيديو دلوقتي.